دعوني أقول أن لدي كيس، وداخل الكيس سوف أضع بعض المكعبات الخضراء في هذا الكيس. بصورة خاصة سوف أضع 8 مكعبات خضراء، سأضع أيضا بعض الكرات في هذا الكيس. دعونا نقول أنني سأضع 9 كرات، وهؤلاء الكرات خضراء، وسأضع أيضا مكعبات صفراء في هذا الكيس، بعض المكعبات الصفراء، سأضع 5 من هؤلاء، وسوف أضع أيضا بعض الكرات الصفراء في هذا الكيس، كرات صفراء، لنقول أنني سأضع 7 من هؤلاء. يجب أن أخذهم جميعهم إلى الكيس، وسأهز هذا الكيس، بعدها سوف أسكبهم جميعهم، ومن ثم سأنظر إلى الجسم الأول الذي يخرج من ذلك الكيس. ما أريد التفكير فيه في هذا الفيديو هو ما هي احتمالات الحصول على أنواع مختلفة من هذه الأجسام. على سبيل المثال، ما هو احتمال الحصول على مكعب من أي لون؟ إذن ما احتمال الحصول على مكعب؟ حسنا، للتفكير في ذلك علينا أن نفكر بهذه الطريقة. ما هي جميع النواتج الممكنة الخارجة من ذلك الكيس؟ حسنا، لدينا 8 زائد 9 هي 17، و17 زائد 5 تساوي 22، و22 زائد 7 تساوي 29. إذا لدينا 29 جسم، هناك 29 جسم في الكيس. دعونا نرسم كافة النواتج الممكنة. سأفعل ذلك، سأعرضها في هذه المنطقة الكبيرة، وسوف أمثل ذلك على أنه منطقة كبيرة. إذن هذه هي كل النواتج الممكنة، هناك 29 نتيجة ممكنة، هؤلاء 29 متساوية الاحتمال. بالنسبة لنتائج تجربتي هي رؤية ما يخرج من ذلك الكيس، على افتراض أولا أن المكعب أو الكرة التي تخرج من ذلك الكيس متساوية الاحتمال، وكم عدد تلك التي تقابل تقييدنا بكونه مكعب؟ حسنا، لدي 8 مكعبات خضراء ولدي 5 مكعبات صفراء، إذن مجموعهم معا 13 مكعب. دعوني أرسم مجموع المكعبات، هم 13 مكعب، دعونا نرسمهم، عبارة عن 13، إذن 13 مكعب. تماما، هذه مجموعة المكعبات، أنا لم أرسمها بالضبط، أنا قربتها، هذه تمثل مجموعة كل المكعبات. إذن احتمال الحصول على مكعب هو عدد النواتج التي تلبي معيارنا، هناك 13 مكعب ممكن، احتمال فرصة ظهورهم متساوية، تقسيم جميع النواتج الممكنة متساوية الاحتمال والتي هي 29، هذه تضم المكعبات والكرات. الآن دعونا نسأل سؤال مختلف، ما هو احتمال الحصول على الأصفر؟ ما هو احتمال الحصول على الأصفر؟ ناتج أصفر، إما مكعب أو كرة. مرة أخرى، كم عدد الأشياء التي تقابل شرطنا هنا؟ حسنا، لدي 5 زائد 7 هذه 12، إذن 12 جسم أصفر في الكيس. إذن لدي 29 ناتج ممكن متساوي الاحتمال، سأعمل ذلك بنفس اللون، لدينا 29 ناتج ممكن متساوي الاحتمال، ومن هؤلاء لدينا 12 تقابل معيارنا، لذا دعوني أرسم 12 هنا تماما، سأعمل كل ما بوسعي في محاولة أن يبدو مثل هذا. مجموعة النواتج الصفراء عبارة عن 12، لدينا 12 ناتج ممكن والذي هو أصفر، إذن 12 تقابل شرطنا، وعليه 12 تقسيم كل الإمكانيات وهي 29، إذن احتمال الحصول على مكعب هو 13 تقسيم 29، احتمال الحصول على الأصفر هو 12 تقسيم 29، والآن دعونا نأخذ شيء أكثر أهمية، ما هو احتمال الحصول على مكعب أصفر؟ سأضع اللون الأصفر، نحن نهتم باللون الآن، هذا الشيء هو أصفر، ما هو احتمال الحصول على اللون الأصفر؟ آسفة، ما هو احتمال الحصول على مكعب أصفر؟
مكعب أصفر. حسنا، لدينا 29 ناتج له نفس فرصة الظهور، إذا 29 ناتج ممكن متساوي الاحتمال. وهؤلاء 29 ناتج المتساوي الاحتمال، 5 منهم عبارة عن مكعبات صفراء، مكعبات صفراء، إذا 5، فالاحتمال هو 5 تقسيم 29. وأين سنرى هذا؟ على مخطط فين الذي رسمته. مخطط فين هذا هو وسيلة لتصوير احتمالات مختلفة، ويصبح مهم عندما نبدأ التفكير في أين تتداخل المجموعات وحتى أين لا تتداخل. هنا نفكر في الأشياء التي هي عناصر المجموعة الأصفر، إذا في هذه المجموعة، وكذلك إنها مكعبات، إذا هذه المنطقة تماما هنا هي تداخل هاتين المجموعتين، هذه المنطقة تماما هي تمثل الأشياء كل من الأصفر والمكعب معا، لأنها داخل كلا الدائرتين تماما. هنا اسمحوا لي أن أكتب هنا، إذا هنا 5 نواتج كل منها أصفر، أصفر ومكعب، أصفر ومكعب. الآن دعوني أسأل، ربما شيء أكثر أهمية لأسأل عنه، ما هو احتمال الحصول على شيء أصفر؟ ما هو احتمال الحصول على شيء أصفر أو مكعب؟ أو مكعب، مكعب من أي لون؟ إذن احتمال الحصول على شيء أصفر أو مكعب من أي لون؟ حسنا، لازلنا نعلم أن المقام يكون 29، هذه كل النواتج الممكنة متساوية الاحتمال الخارجة من ذلك الكيس، لكن ما هي النواتج الممكنة التي تلبي شروطنا؟ حسنا، طريقة واحدة للتفكير بهذا هي، حسنا، ربما هناك 12 شيء تقابل شرط الأصفر، حيث ستكون هذه الدائرة كاملة هنا، إذا 12 شيء يقابل شرطنا الأصفر، إذا هنا 12، هذا هو عدد الأصفر، والذي هو 12، هذا هو عدد الأصفر. بعد ذلك لا يمكننا فقط إضافة عدد المكعبات، لأنه إذا أضفنا عدد المكعبات بالفعل لقد حسبنا هذه 5، هؤلاء 5 حسبت كجزء من هذه 12. طريقة واحدة للتفكير بهذا، هناك 7 نواتج صفراء والتي ليست مكعبات، هؤلاء هم الكرات، هناك 5 نواتج صفراء والتي هي مكعبات، وكذلك هناك 8 مكعبات والتي ليست صفراء. هذه هي إحدى طرق التفكير بهذا، عندما حسبنا هؤلاء 12 الأصفر لقد حسبنا كل هذا. لا يمكننا فقط إضافة عدد المكعبات، لأننا سوف نحسب الجزء الأوسط مرة أخرى، لذا علينا أن نعتمد أساسا المكعبات، عدد المكعبات والذي هو 13، عدد المكعبات هو 13، عدد المكعبات، وسوف أطرح للخارج القسم الأوسط تماما من هنا. دعوني أعمل هذا، سوف أطرح للخارج هذا القسم الأوسط هنا، إذا ناقص 5، هذا هو عدد المكعبات الصفراء، number of yellow cubes. إنه شعور غريب أن تكتب كلمة أصفر باللون الأخضر، إذا عدد المكعبات الصفراء. أو طريقة أخرى للتفكير، يمكننا أن نعمل فقط رياضيات هنا، إذا 12 زائد 13 ناقص 5، إذا هي 20، إذا 20 هذه إحدى الطرق للحصول على هذا، يساوي 20 تقسيم 29. ولكن الشيء الأكثر أهمية حتى من جواب احتمال الحصول عليه هو التعبير عنه فيما يتعلق بالاحتمالات الأخرى، لقد وضحنا ذلك في وقت سابق من هذا الفيديو، دعونا نفكر فيه قليلا. يمكننا إعادة كتابة هذا الكسر هنا، يمكننا إعادة كتابته على النحو التالي، 12 تقسيم 29 زائد 13 تقسيم 29 ناقص 5 تقسيم 29
ناقص 5 تقسيم 29، هذا هو عدد الأصفر تقسيم مجموع النواتج الممكنة. هذا هنا هو احتمال الحصول على الأصفر، وهذا هنا هو عدد المكعبات تقسيم مجموع النواتج الممكنة، لذا هذا هو زائد احتمال الحصول على المكعب، احتمال الحصول على مكعب، وهذا العدد هنا هو عدد المكعبات الصفراء تقسيم مجموع النواتج الممكنة، لذلك هنا سيكون ناقص احتمال الأصفر، ناقص احتمال الأصفر والمكعب. أستطيع كتابتها هكذا، احتمال الأصفر. حسناً، سأكتب أصفر بالأصفر، الأصفر، واحتمال الحصول على المكعب الأصفر والحصول على المكعب. وماذا لدينا هنا؟ يمكنك أن تلعب مع الأرقام، الأرقام التي استخدمتها هنا فقط كمثال لجعل الأمور أكثر واقعية. يمكنك أن ترى هذا الشيء قابل للتعميم. إذا كان لدينا احتمال شرط واحد أو عدد من الشروط، دعوني أعيد كتابتها، فإن احتمال سأكتبه هنا أكثر عمومية قليلا، هذا يعطينا فكرة مهمة. احتمال الحصول على شرط واحد لناتج كونه عنصرا في مجموعة A أو عنصرا في المجموعة B يساوي احتمال العنصر من المجموعة A زائد احتمال العنصر من المجموعة B ناقص احتمال العنصر الذي يضم كليهما معا، ناقص احتمال العنصر الذي يضم كليهما معا. في الحقيقة هذه نتيجة مفيدة، أعتقد في بعض الأحيان يطلق عليها كقاعدة الإضافة للاحتمال، ولكن أريد أن أثير لك شيء منطقي، وهو سبب لماذا لا يمكنك فقط إضافة هذين الاحتمالين، لأنه قد يكون لهم بعض التداخل، ذلك احتمال الحصول على كليهما، وإذا قمت فقط بإضافة كليهما فإنك ستقوم بحساب مزدوج لهذا التداخل الذي رأيناه فعلا في وقت سابق من هذا الفيديو، ولذلك عليك أن تطرح نسخة واحدة من التداخل للخارج حتى لا تحسبها مرتين. سألقي فكرة واحدة أخرى، أحيانا يكون لديك نواتج ممكنة ليس بها تداخل، لذلك دعونا نقول هذه مجموعة كل النواتج الممكنة، هذه مجموعة كل النواتج الممكنة، دعونا نقول هذه مجموعة تقابل الشرط A، إذن هذه المجموعة تحقق شرط A، ودعونا عفوا اسمحوا لي أن أفعل ذلك بلون آخر، دعونا نقول أن هذه المجموعة تقابل شرط B، في هذه الحالة لا يوجد تداخل هنا، بأي حال لا يوجد عنصر في كلا المجموعتين A و B معا، في هذه الحالة فإن احتمال A و B هو صفر، لا تداخل هنا، وهذا النوع من الشروط أو هذين الحديثين تسمى الحوادث المتباعدة أو المنفصلة. mutually exclusive. إذا كانت الحوادث منفصلة هذا يعني أن كل منهما لا يمكن أن يحدث في نفس الوقت، أي ليس هناك حدث يقابل كل من هذه الشروط معا. وإذا كانت الأمور متباعدة يمكنك أن تقول أن احتمال A أو B هو احتمال A زائد B، لأن هذا الشيء هو صفر. ولكن إذا كانت الأمور ليست متباعدة فإنك سوف تطرح التداخل للخارج. الأسهل وربما الأفضل أن تفكر في ذلك وتدرك دائما أن عليك أن تطرح هذا التداخل للخارج، وبالطبع إذا كان هناك أشياء متباعدة فإن احتمال الحصول على A و B سوف يكون صفر. إلى اللقاء.